بسم الله الرحمن الرحيم. ما يزال هذا النظام المجرم ممعنا في ممارساته الدنيئة بحق شعبنا الأعزل، قتلا وتنكيلا واغتصابا وتعذيبا، ويزداد في توحشه وهمجيته، مستغلا صمت العالم وتخاذله عن حماية أرواح الأبرياء في سوريا الحبيبة. ولإيماننا الجازم بأن هذا النظام لا يفهم إلا لغة الردع والقوة، وتعزيزا لدور جيشنا الحر في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، فإننا في سرية الشهيد أبو عمار نعلن انضمامنا إلى هيئة حماية المدنيين جنبا إلى جنب مع الجيش الحر في منطقة ريف معرة النعمان الغربي، كما نعلن عن دعمنا الكامل لكل الإجراءات الرامية إلى حماية المدن والأحياء والمؤسسات العامة والخاصة، بما يضمن تحقيق مهامنا في حماية المدنيين السوريين وحفظ الأمن والاستقرار في سوريا على الوجه الأمثل، واستمرار ثورة شعبنا السلمية حتى تحقيق أهدافها في إسقاط هذا النظام المجرم ومحاكمة جميع رموزه وبناء سوريا الجديدة. عاشت سوريا حرة أبية لجميع أبنائها. عاشت سوريا حرة أبية.